لو لينا بتسألني على سارة، لينا بتسألني على سارة، هقول لها ايه؟ هذه سارة. بشاور عليها اقول لها هذه سارة، هذه نيلي، هذه هنا. طب لو بشاور على ولد، ولد زي الولد اللي في الجدارية بس لازم اقرب منه، اقول ايه؟ هذا ولد. لما كنت اروح عندي وده اقول ايه؟ هذا، نعتبر معلم، هذا معلم، هذه مقلمة، هذا باب، هذه سبورة. طب ايه اللي انا بقوله دي؟ استخدام اسماء الاشارة هذا وهذه. هم اسماء الاشارة هذا وهذه بس؟ لا، في كتير تانيين، بس احنا علينا دلوقتي عشان احنا لسه صغيرين هذا وهذه دول بس. طيب انا امتى استخدم هذا وامتى استخدم هذه؟ انا هقول هذا دي بتيجي مع المفرد، يعني حاجه لوحدها. هنا بس، لما اتكلم على هنا بس، لما اتكلم على الباب ده بس. هو في باب تاني في الفصل؟ لا، باب ده بس. لما اتكلم عن الصندوق ده بس، مفيش صندوق مفاجآت تاني غيره. يبقى هذا بتيجي مع المفرد. المفرد يعني ايه؟ يعني واحد. سواء كان عاقل، يعني ايه عاقل؟ مين اللي عنده عقل؟ الانسان، صح؟ هو في حد بيفكر غير الانسان؟ يبقى العاقل ده الانسان. يعني هنا إيه؟ لو احنا في ولد احمد، محمد كده. طيب او بنوته، عاقل بتيجي مع العاقل او غير عاقل. طب احنا قلنا العاقل، خلي البنوته والولد دلوقتي مع العاقل وغير العاقل. ايه غير العاقل ده؟ غير العاقل زي ايه؟ الحاجات الجماد، المكتب، السبوره،